بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ العزيز دولة الرئيس الدكتور بشر هاني الخصاونة، معالي السادة الوزراء، السيدة الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ترحيب بكم في هذه الزيارة الأخوية إلى بلدكم الثاني العراق. هذه الزيارة التي تؤكد على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين وعلى عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين، واليوم ومن خلال هذا التواصل وهذه الرغبة الجادة والمخلصة في تعزيز أطر التعاون في عدة ملفات، بالتأكيد نؤكد على هذا المسار وهذا التوجه الذي يحظى بقبول سياسي وشعبي من كلا البلدين. شكرا لرسالة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ومشاعره الأخوية الصادقة تجاه الشعب العراقي، الشعب العراقي الذي يكون له كل الاحترام والتقدير. دولة الرئيس كانت اللقاءات الثنائية ولله الحمد مثمرة وبناءة، سواء على صعيد الوزراء أو القطاع الخاص. ومن خلال هذه اللقاءات والاجتماع الذي حصل قبل قليل، نستطيع القول بأننا أمام ملفات مهمة تتعلق بالأمن الاقتصادي والصحي والغذائي والأمن العام. والحديث واضح أن أي إخلال بهذه الملفات بالتأكيد ما يمس العراق يمس الأردن. الحكومة العراقية تؤكد على منهج السياسة المتوازنة الذي اتبعت طيلة الفترة الماضية من خلال علاقة تشاركية مع دول المنطقة وبالخصوص الأشقاء في الأردن. على المستوى العربي العراق يؤكد على رفع مستوى التواصل والتفاهم والتنسيق حول مختلف القضايا، وأن تكون مواجهة المشاكل الراهنة هي مواجهة متآزرة. التعاون الأمني كان حاضر في هذه اللقاءات والاجتماعات من حيث التأكيد على المزيد من التنسيق والتواصل بالشكل الذي يجهض أي محاولة للإخلال بالأمن من قبل بقايا العصابات الإرهابية، فضلاً عن المجالات الأمنية الأخرى على مستوى الأمن الداخلي، وخصوصاً مواجهة تحدي المخدرات الذي يمثل تحدي خطير يواجه الشعبين الشقيقين. هناك مذكرات تفاهم واتفاقيات على مستوى وزارتي الدفاع وأيضاً الداخلية، نأمل أن تستمر بفاعلية أكثر. من الناحية الاقتصادية طموحاتنا كبيرة في توسعة التعاون مع الأشقاء في الأردن، وننظر إلى الأردن الشقيق أنه ساحة مكملة ومندمجة مع الاقتصاد العراقي، وستكون المنفعة المشتركة بين شعبينا هي حقيقة واقعة وقائمة إن شاء الله. داعمون للتعاون بين القطاع الخاص العراقي والأردني الذي لديه تاريخ من العمل والثقة المتبادلة طيلة عقود من الزمن، وندعم عمل مجلس الأعمال العراقي الأردني ونعول على التواصل في هذا المجال للاستثمار في التطوير في كل المجالات العقاري ومشاريع الإسكان ومشاريع الصناعة والزراعة. أكدنا في هذا الاجتماع بالتأكيد على مشاريع محورية ومهمة بين البلدين الشقيقين وبالخصوص المدينة الاقتصادية، ونحث على إكمال الخطى باتجاه تنفيذ هذه المدينة الاقتصادية المشتركة. وأضفنا إليها اليوم من خلال التفاهمات المدينة الصناعية التي تستثمر ما متوفر لدينا من موارد طبيعية وما مطلوب من حاجة السوق المحلية لمنتجات البتروكيماويات والأسمدة.
قامت المدن الاقتصادية والصناعية تأتي مكملة لمشروع واعد في العراق، هو مشروع طريق التنمية الذي يوفر مسار اقتصادي مهم للمنطقة والعالم. وبالتأكيد هذه الاحتياجات المتقاربة والأنشطة الاقتصادية تكمل بعضها البعض. اليوم أيضا أكدنا على تسهيل نشاط قطاع الأعمال والتجارة الحرة، وفي مقدمة هذه التسهيلات قضية تأشيرات الدخول وأن تكون على مستوى من السهولة والسرعة الذي يمكن رجال الأعمال من العمل بحرية وبيسر، مع التأكيد على زيادة الرحلات الجوية بين البلدين. بالتأكيد هذا الاجتماع لا يخلو من الحديث عن التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، والتأكيد على تفعيل مخرجات القمم الثلاثية التي أقيمت وكان آخرها في بغداد. هناك مشاريع ومقترحات واعدة سوف تعود بالنفع على الدول الثلاث، هي الآن قيد النقاش، ونأمل من خلال هذا الاجتماع والتواصل المأمول من الوزارات المختصة أن تنضج هذا النقاش حتى يكون متاح للقاء المرتقب لقادة الدول الثلاث، العراق والأردن ومصر. أيضا في الجانب التجاري كان بحث في إقرار المزيد من التسهيلات والتعامل بالمثل في مجال اتفاق التجارة الحرة، وكذلك اعتماد شهادة المطابقة الأردنية. وجهنا الأجهزة المختصة في الوزارات المعنية في كلا البلدين إلى إنضاج هذه المذكرات والتفاهم بالشكل الذي يمكن من تسهيل وتيسير التجارة بين البلدين الشقيقين. هذا اللقاء مهم أن نؤكد على موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني في الأرض والتاريخ، وإقامة دولة حرة على الأرض التاريخية للشعب الفلسطيني، ورفض كل ممارسات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني. أيضا في هذه الأيام التي نشهد فيها إساءة لمقدساتنا الإسلامية من حيث التجاوز الفاضح في حرق المصحف الكريم الذي يتكرر في أكثر من دولة، هو إساءة، ونؤكد رفضنا لهذا التجاوز الذي لا يمثل أي قيمة في مجال حرية التعبير أو حرية الرأي أبدا. هذا التجاوز يشجع على الكراهية وسوف يؤسس إلى بيئة من التطرف والعنف عانى منها العراق والمنطقة. لذلك كان موقفنا واضح في رفض هذه التجاوزات والدعوة إلى كل الدول العربية والإسلامية إلى موقف مشترك وحازم تجاه هذه الإساءات لمشاعر المسلمين. نكرر ترحيب بكم دولة الرئيس، ونتمنى لكم طيب الإقامة مع تمنياتنا المخلصة للشعب الأردني الشقيق بالخير والازدهار والرفاهية. أشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي وصديقي العزيز دولة الرئيس محمد شجاع السوداني وأصحاب المعالي الوزراء وأهلنا في العراق، الحقيقة أنا سعيد بأن أكون بصحبة زملائي الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص الأردني بشقيه الصناعي والتجاري اليوم في بغداد، وتشرفت بأن نقلت تحيات سيدي صاحب الجلالة الهاشمي الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم إلى القيادة العراقية. وبالقطع تشرفنا اليوم بلقاء موسع مع أخي دولة الرئيس محمد شجاع السوداني ونخبة من زملاء الوزراء في الحكومة العراقية، وغدا أيضا سأتشرف بلقاء فخامة رئيس الجمهورية وسيادة رئيس مجلس النواب بإذن الله قبل العودة إلى عمان. العلاقات الأردنية العراقية تعلمون بأنها علاقات متجذرة وعلاقات متشعبة وعلاقات استراتيجية تجمعنا على مستوى القيادة، على مستوى الحكومات، وقبل هذا وذاك على مستوى الشعبين الشقيقين.
اليوم مثلت فرصة لكي نتذاكر ونتداول في المواقف السياسية المشتركة التي تصل في الكثير من في أغلب جوانبها إلى حد التطابق السياسي، وبالقطع كما أشار دولة الرئيس بعدنا التأكيد على أهمية أن نستمر في التنسيق الأمني والتنسيق العسكري الذي يستهدف محاربة الإرهاب والتطرف وعدم السماح بأي ثغرات قد يتسلل من خلالها شبح الإرهاب المقيت بما يتهدد حياتنا ويتهدد مجتمعاتنا. وأيضا تحدثنا عن ضرورة اتخاذ خطوات عملية مباشرة وفاعلة لكي نتعامل مع تحدي المخدرات الذي يتهدد شعوبنا، وهو خطر طبعا عابر للحدود ويقتضي ترسيخ التعاون الثنائي ما بين الأردن والعراق، ولكن أيضا يقتضي أن نعزز المشتركات المؤطرة في إطار إقليمي للتعاون العربي في محاربة المخدرات التي باتت هاجس نعاني منه كثيرا في الأردن، وتعاني منه كثيرا في العراق الشقيق، وتعاني منه الشعوب العربية. واستعرضنا الآليات الكفيلة بتعزيز هذا التعاون والانتقال بالكثير من الإجراءات العملية لحيز التنفيذ لنستطيع أن نتغلب على هذا التهديد الحال والماثل الذي يهدد مجتمعاتنا. أيضا بعدنا تأكيد على الموقف الأردني الداعي إلى ضرورة أن نوجد أفق سياسي مرتكز إلى حل الدولتين لتقوم بمقتضاء الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وشددت على أننا سنستمر بقيادة جلالة الملك بالنهوض بمسؤولية وواجب وشرف حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات التي يباشرها جلالة الملك عبد الله باقتدار، وبأننا سنستمر في منع كل محاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها إلى أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة في إطار حل الدولتين بالأردن. نؤمن بأنه الحل الوحيد الذي من شأنه أن يفتح المجال إلى المزيد من الاستقرار الإقليمي. تحدثنا كثيرا عن أوجه التعاون الاقتصادي والتعاون التجاري، وشددنا أنا ودولة الرئيس بأننا الآن في مرحلة يجب أن ننتقل فيها من حيز التخطيط إلى حيز التنفيذ الذي يشعر به وبأثره المواطن الأردني والمواطن العراقي والمواطن العربي في إطار آليات التعاون العربي، سواء كان في إطار التكامل الصناعي أو في إطار انسياب وحركة البضائع والأشخاص والقضايا القنصلية، أو في إطار تعزيز وتوحيد الكثير من الإجراءات المرتبطة ببعض المصاعب التي تعترض حركة الأشخاص وحركة البضائع من وإلى الدولتين عبر الوصول إلى تفاهمات من شأنها أن تقلص الفجوة البيروقراطية وأن تعتمد المواصفات والمقاييس في كل دولة من الدولتين في الدولة الأخرى، وهذا أمر يساعد كثيرا على سرعة انسيابية البضائع وحركة الأشخاص، وهو أمر ضروري. أيضا جرى حديث عن آليات الكفيلة بأن نتكامل في الكثير من المجالات بما فيها المجالات الاستثمارية، وتحدثنا عن بعض الاحتياجات العراقية في إطار الطاقة المتجددة التي نمتلك فيها في المملكة الأردنية الهاشمية تجربة واعدة، وأيضا في مجال الصناعات الدوائية والأمن الغذائي الذي يشكل هاجس، سيما في إطار اضطراب سلاسل التوريد والتزويد التي شهدها العالم وأشرت بوضوح على ضرورة إيجاد آليات للتكامل الغذائي والأمن الغذائي في العالم العربي لتكون واقي لصدمات قد تنتجها بعض التوترات الإقليمية التي شهدها العالم في السنتين الأخيرتين. تحدثنا عن أهمية الآلية الثلاثية التي تجمعنا مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ومع العراق الغالي والشقيق، والكثير من المشاريع الأساسية والمركزية ضمن هذه الآلية التي تتقاطع أيضا مع العلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة، ومن ضمنها كما أشار دولة الرئيس المدينة الاقتصادية على الحدود التي قطعت أشواك، فضلا عن الربط الكهربائي الذي بإذن الله ستكون المرحلة الأولى منه مكملة وتامة خلال الشهر القادم قبل أن ننتقل إلى المرحلة الثانية التي تذهب باتجاه القائم، بأمل أن تسير وتير المرحلة الثانية سريعا لنستطيع أن نستكملها خلال عام أو عام ونص.
وتحدثنا أيضا على ضرورة الانتقال إلى حيز البحث الفعلي والتنفيذ في إطار المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ومن ضمنها أنبوب البصرة الحديثة، والذي سيتفرع يفترض أن يتفرع منه خط أيضا باتجاه الأردن وباتجاه العقبة، والقيم المضافة التي سيمثلها في إطار إقامة مناطق صناعات بتروكيميائية تعتمد عليه، وتعتمد أيضا على تكاملنا وعلاقاتنا التكاملية، سيما في مجال الأسمدة، في مجال استكشافات واعدة موجودة بالقرب من الحدود الأردنية العراقية داخل الحدود الأردنية، قد تسمح فتح آفاق لصناعات مثل الأمونيا الزرقاء وغيرها مما قد يهم بالضرورة البلدين الشقيقين. وتحدثنا عن خطوة كبيرة وهامة بتأسيس مجلس الأعمال المشترك الأردني العراقي، وضرورة تفعيله باعتباره يوفر أرضية كبيرة للوصول بهذه العلاقات الاستراتيجية إلى آفاق من النتائج العملية التي يستشعرها المواطن الأردني والمواطن العراقي. وتحدثنا عن التعاون في المجال الصحي وتبادل الخبرة في هذا المجال ومجال المستشفيات والرعاية الصحية والرعاية الطبية، فضلا عن ضرورة النهوض بقطاع النقل. وأبدأ أيضا الجانب العراقي مشكورا الاستعداد في النظر في طلب تقدمنا به يسمح بأن نستفيد من الخبرة العراقية في إجراءات التنقيب عن النفط، وربما الاستفادة من قسم المعدات التي بحوزة إخواننا في العراق. العلاقات الأردنية العراقية هي علاقات دائما طيبة ومتجذرة، العراق له مكان ومكانة كبيرة في قلب جلالة الملك وسمو ولي العهد وفي قلب الشعب الأردني، وتجمعنا بأهلنا في العراق أواصر ووشائج من القربة حقيقة عمرها من عمر الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية، وستظل كانت هذه العلاقات علاقات نموذجية، واليوم علاقات متميزة، وبإذن الله ستبقى هذه العلاقات علاقات متميزة لكونها علاقات مبنية على أرضية من التكاملية والتقارب الذي يصل إلى حد التطابق في وجهة النظر بإزاء منظومة التحديات وأيضا بإزاء الطموحات والفرص التي أمامنا، والتي تعود بالنفع بإذن الله أن استغليناها على شعبينا الشقيقين وعلى المنطقة العربية والعالم العربي. وبالقطع جددنا التعبير عن الرفض الكامل والإدانة الكاملة والشديدة لخطاب الكراهية وللمظهر الشائن بالاعتداء على المقدسات الإسلامية وعلى القرآن الكريم، وهو السلوك الشائن الذي حقيقة لا يمت لصلة بحرية التعبير عن الرأي وعن المعتقد، وإنما يعزز خطاب الكراهية ويشكل تجلي وتمثل وتجسيد واضح وفاضح للتمييز ضد الإسلام والإسلاموفوبيا، وهو مظهر نرفضه وندينه بشدة ولا نقبل به، وقمنا بإجراءات مشتركة بإزائه. وبالقطع فإننا سنستمر في رفض هذا الأمر واتخاذ ما من شأنه ما يقتضي من إجراءات لنضمن عدم المساس بهذه المقدسات التي تهم أكثر من 1.6 مليار مسلم على مستوى العالم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. دولة الرئيس الغالي.